طبعا الصراع الإسرائيلي وتوسعه ودخولها لبنان هو أثر على أسعار النفط وأسعار الطاقة، وأثر على الأسواق العالمية، ورأينا أيضا هبوط في الأسهم الآسيوية والخليجية والأمريكية. الأسعار ارتفعت، نعم، من مستويات 70 دولار إلى 76 دولار، قد تصل إلى 80 دولار إذا كان هناك رد إسرائيلي على هذه الهجمات، ولكن ليس لفترة طويلة. يعني الارتفاعات هذه جزء من التذبذبات التي نشهدها في أسعار النفط، مرتبطة بما يحصل في الأحداث الجيوسياسية. إذا ارتفعت الأسعار إلى 80 دولار بتوسع وتخوف من الأسواق، 80 دولار خلال أسبوع راح تنزل لل 75 دولار، لكن التخوف أكثر هيكون لو دخلت دول أخرى في الحرب. يعني لو دخلت أمريكا مع إيران وتوسعت إيران في حربها في المنطقة، هنا تكون أسعار النفط معرضة للزيادة إلى مستويات ال100 دولار، وهذا طبعا كان مستبعد جدا جدا هذا العام. ولكن أحداث في الخليج العربي التي يتدفق منها 20% من النفط العالمي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات لو تمت هذه الأحداث الجيوسياسية بالتوسع إلى هذه المنطقة بأسوأ مما نراه. أما إذا لم يحدث ونتمنى ذلك، ستكون الأسعار في حدود من تحت ال 85 إلى ال 75 في خلال شهر أكتوبر. طبعا الإنتاج من أوبك حاليا 26.5، يعني هناك أيضا معلومات أن لن تكون هناك زيادة في الإنتاج لأوبك وأوبك بلس، بحيث أن أوبك وأوبك بلس المجموعة تنتج ما يقارب 41.5 مليون برميل يوميا، وهذه نسبة 40% من الإنتاج أو الاستهلاك العالمي، يعني نعم، نسبة عالية جدا لبذل مجهود كبير لخلق توازن في الإمدادات وعدم حصول نعم. أي انهيارات أو تصاعد في الأسعار. خالد، أيضا يعني كانت صدرت أو انتهى منذ قليل الاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبيك بلس دون أي تغيير للسياسة الانتاجية المستقبلية. نعلم أن أوبيك ستبدأ بعودة بعض براميل النفط إلى الأسواق في ديسمبر المقبل، مددته عن عودة هذه طبعا البراميل في أكتوبر، ولكن اليوم أيضا صدر عن هذا الاجتماع أن روسيا والعراق وكازاخستان ستؤكد التزامها تم بحصصها الإنتاجية وبتعويض زيادة الإنتاج السابقة، فهل ترى أن هذه الدول هي قادرة على تحقيق ذلك؟ الدول ومجموعة أوبك بلس نعم قادرة على التخفيض الطفيف، وأيضا الاستمرار في خنق أو عدم الزيادة في الإنتاج، لكن لا، التخوف في الأسواق ليس من روسيا والعراق ودول أوبك في الزيادة الطفيفة أو تعويض الزيادات. التخوف موجود في الزيادة في الإنتاج في أمريكا وكندا والبرازيل وأيضا الهند والصين، هناك زيادات طفيفة. هذا هو التخوف مما يخلق زيادة في المعروض، وهناك بوادر على تخمة في المعروض أو الإنتاج من النفط العالمي في الأسواق، مما أدى إلى انخفاض الأسعار من مستويات ال90 دولار إلى ال70 دولار، وهذا انخفاض من شهر جولاي لين اليوم، لين قبل يعني نهاية الشهر. فالانخفاضات هذه بوجود التخمة، لا نرى أن هناك تخفيضات إضافية من أوبك وفي هذه، حسب رأيي، في هذه السنة، حتى لو كانت هناك بعض التصريحات أن ممكن تكون في ديسمبر، لكن راح تؤجل إلى 2025، لأن لا مجال للزيادة في وجود زيادات من الدول التي تم ذكرها خارج منظمة أوبك بلس، التي يعني خلقت حتى الآن تخمة طفيفة. زيادة هذه التخمة في المعروض قد تؤدي إلى تخفيض الأسعار في ظل وجود أحداث جيوسياسية عالية أو نعم توترات عالية
فأرى أن الحكمة موجودة الآن والكرة موجودة في ملعب أوبيك بلس للتعاون نعم أو التقدير لهذا الوضع، لوضع الإنتاج. نعم يعني الاجتماع المقبل لأوبيك بلس سيكون في الأول من ديسمبر، ولا شك أنه سيكون هناك القرار إما بالتخفيف من التخفيضات التي أقرت سابقا وبالتالي عودة بعض النفط إلى الأسواق أم لا، وبالتالي ستتضح أيضا الصورة الجيوسياسية ربما حتى ديسمبر. ولكن يعني اليوم في الفترة الأخيرة كنا نرى ضغط نزولي على أسعار النفط بسبب هيمنة القلق بشأن الطلب الصيني، وبالتالي اليوم كيف ترى أساسيات السوق في ظل استمرار الضعف من الصين من ناحية الطلب، توترات الجيوسياسية من ناحية أخرى، ويعني إمدادات أوبيك بلس والولايات المتحدة؟ نعم، أساسيات السوق هي على الإنتاج والاستهلاك، الطلب والعرض. طبعا رأينا تخفيض من الصين مثلا. الصين نزلت تقريبا 180 ألف برميل يوميا كالمعتاد بسبب اعتمادها على الطاقة النظيفة وأيضا زيادة إنتاجها من النفط المحلي. فالصين قد تستمر في هذا المنوال لعدة سنوات، لن تكون هي الدولة التي يعني فيها نمو عالي للمستقبل، ستكون دول شرق آسيا والهند تأخذ هذا المجال مستقبليا. أساسيات السوق حاليا بسبب الاضطرابات الجيوسياسية هو التخوف والترقب. التخوف والترقب هو عاملان نفسيان على السوق تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق أو ما نراه من تقلبات عالية في الأسواق، 5-6 دولار في اليوم الواحد تتقلب الأسعار. هذه الأساسيات من الترقب أو التخوف هي سيدة الموقف في الأيام هذه. إلى أن تنخفض حدة التوترات الجيوسياسية ستبدأ أساسيات السوق من الطلب والعرض أن تبدأ بمفعولها، وما سنراه بعد فترة، يعني قد ننتظر إلى يناير من العام القادم.